بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. هنأه جلالته من خلالها بنجاح إطلاق مسبار الأمل في مهمة فضائية تاريخية لاستكشاف كوكب المريخ. أشاد صاحب الجلالة في البرقية بهذه الخطوة الطموحة والإنجاز التاريخي الجديد الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء بسواعد أبنائها لتصبح أول دولة عربية تضع مسبارا غير مأهول لاستكشاف الكوكب الأحمر، والذي يشكل كذلك إنجازا للأمتين العربية والإسلامية ودفعا لمسيرة المعرفة العالمية في مجال الفضاء. معربا جلالته عن أطيب تمنياته لدولة الإمارات بتحقيق المزيد من التطور والريادة والإنجاز في كافة الميادين في ظل قيادتها الحكيمة.